عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الاعزاء، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة عالم الزراعة. اليوم ان شاء الله بإذن الله هنشوف طريقة تكاثر نبات الزموتة او نبات الشار، نبات عطري طبي، نبات يتبع فصيلة النعناع والزعتر والمرمية والريحان، نبات ليه فوائد طبية كتيرة جدا 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 انا قرأت عنها وبدعو الجميع انه يقرأ عنه، نبات ممتاز جدا. هناخد عقلة طرفية او عقلة وسطية، يهمني ان يكون في عندي برعمين لثلاث براعم، هنحط برعم في التربة او نحط برعم في المي ويطلع جذور ونزرعه، او بدون ما يطلع جذور في المي هنزرعه بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها. هحط برعم في التربة وهقفل عليه مي، حاول بقدر الامكان اخفف المجموع الخضري، الاوراق اخففها شوي عشان اعطي فرصة للجذور انها تشتغل وخفف عملية النتح. بعد ما حطيت النبات بتاعي او العقلة بتاعتي هرويها مي، في خلال اسبوع لعشر ايام هلاقيه طلع جذور واشتغل بدون اي مشكلة. هنا ما شاء الله بعد اسبوع هنكشف على النبات ونشوف فيه جذور ولا مفيش جذور، ويفضل ان انا اخفف المجموع الخضري، اخفف الاوراق شوية، وتخفيف الاوراق انا بقصد بيها تقليل عملية النتح والاحتفاظ بالعصارة في العقلة لحين ما يطلع جذور للنبات او العقلة بتاعتي. المفروض اخفف الاوراق في بداية الزراعة لما اخد العقلة او في اي وقت، والافضل انها في بداية الزراعة. هنا ما شاء الله الجذور عندي شغالة، اشتغلت في خلال اسبوع بدأ يطلع جذور ما شاء الله، نمو سريع جدا جدا، استخداماته كتيرة كبير جدا، استخداماته كبيرة بشكل كبير بأمانة. بيستخدم في علاج التهاب الأذن والبهاق وحساسية الجلد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، بيستخدم بطريقة ما شاء الله، يعني أنا بجد اتفاجئت بيه ما شاء الله. يعني هنا دي الشكل الأم اللي أخدنا منها العقلة لو تتذكروها، اللي جنب اللي احنا بنقصها اللي على اليمين، واللي على اليسار اللي احنا زرعناها في الكيس، والأم اللي هي على اليمين. نشوف باقي الفيديو. ما انا مش شايف انه فيه شرح كتير، او هو النبات سهل اصلا ما فيش فيه شغل كتير، بس يبقى معنى لان انا شفته نبات جيد فحبيت اقدمه لحضراتكم. نشوف كيف النمو بتاعه في او مراحل النمو بتاعه في نهاية الفيديو، وازاي بعد ما ربى مجموع جذري قوي، لانك قصيته باستمرار او لاني قصيته باستمرار ربى مجموع جذري قوي، اصبح النبات قوي وبقى اصبح في مجموع خضري باستمرار قوي وسهل النمو وسهل الزراعة، ما بيحتاجش عناية كبيرة. بالعادة هو بيزرع في السعودية في المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية، بيزرع في الهند وفي نيبال وسريلانكا، وبيستخدموه في الهند في المخللات بأطنان، بيزرعوا بكميات كبيرة جدا، بيستخدموا في تزيين الطرقات والحدائق لأنه نبات معمر وسريع النمو. هنا ما شاء الله نمو سريع جدا جدا. في نقطة هي عملية قص النبات المعمر أو النبات اللي أنا بقصه أكتر من مرة، اول زرعة ليك او اول قصة ليك ما تتأخرش على النبات. قص النبات اول ما يبدأ يطلع مجموع خضري، انا هنا هقصه هو صغير مش هستنى عليه كتير، وهي العملية او الفكرة بتكون في ان انا انشط الجذور، اعطي فرصة للنبات انه ما يكونش عليه مجموع خضري او اوراق او نموات خضرية، فبالتالي يتجه النمو الجذري فينشط للجذور، فبالتالي يعطي لي في المرة اللي بعد كده نمو خضري قوي ويعطي لي نبات قوي. هنا بعد ما قصينا النبات باستمرار ما شاء الله بيكون نمواته سريع، سريع النمو جدا، تقدر تعمل منه تشكيلة او تقدر تعمل قصيص وتشكله، وده اللي هقدمه لحضراتكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة ان شاء الله، ان احنا يكون كيف عندنا قصيص هو نفسه النبات مزين القصيص ويكون بشكل جميل. بأي سماد بينفع ليه، حتى لو حضرتك عندك سماد عضوي وحطيت بس في التربة سماد عضوي، سماد دواجن، سماد من مخلفات الدجاج اللي في البيت، تحط له شوية سماد بيكفيه، وانك ترويه مية بس. وما شاء الله نبات جدا سريع جدا واستخداماته ممتازة جدا جدا. اتمنى من الله اني اكون قدمت لحضراتكم معلومة مفيدة، واتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.